بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهير القاسمي من مواليد 1989 بتطوان. رحلتي مع القرآن الكريم بدأت يعني في مسجد حينا بمعروف بالمسيد. المسيد يعني اسم يعني عريق يعني يطلق على الكتاتيب القرآنية. ففي مسجد حينا بجبل درسال اللي كنا نسكن فيه حينها، وكان عمري حينها 10 سنوات. فكنت أدرس يعني على يد شيخ. كانت يعني بداية هذه المرحلة، هذه مرحلة الطفولة في بداية 10 سنوات في هذا المسيد، هذا على في جبل درسة بالضبط. يعني مدة لا تتراوح، يعني مدة تتراوح بين عام إلى عامين. فانتقلت بعدها إلى مدينة طنجة. مدينة طنجة في مؤسسة الإمام نافع الخاصة لتعليم العتيق، وهي ما تعرف بمسجد الأربعين. هنا أكملت الدراسة، أكملت حفظ القرآن 14 سنة أو هكذا 14 سنة. هناك في هذه المدرسة هذه يعني ختمت يعني القرآن يعني على يد شيخي وحبيبي سيدي عبد الله السكلوي، وقرأت عليه 5 ختمات. ثم بعد ذلك يعني أثناء دراسة القرآن كنا ندرس العلوم الشرعية بما في ذلك الفقه وأصول الفقه والتفسير وقواعد التجويد على يد ثلة من العلماء والفقهاء، من بينهم الأستاذ الدكتور سيدي محمد العشيري الحيدري، كذلك الأستاذ خالد الناظر، كذلك الأستاذ سيدي يوسف الهسكوري، الأستاذ حصون، وعلى رأسهم فضيلة العلامة سيدي محمد جردي حفظه الله ورعاه. كان بروزي في إمامة التراويح أولا بعد مشاركة لي في واحد المباراة وطنية، مباراة محمد السادس نصره الله سنة 2006. والحمد لله يعني فزت بالرتبة الأولى. مباشرة يعني عرضت علي مسجد في مدينة سبتة المغربية السليمة لأؤم بالناس للتراويح طيلة شهر رمضان. لما والحمد لله كان يعني بصدى كبير يعني، وعرفت يعني بصلاة التراويح بعد أن كنت إماما يعني في أحد مساجد سبتة لمدة يعني 7 سنوات. فرجعت إلى سطون حيث أنني أجد الراحة والطمأنينة، أجد نفسي في سطون يعني. وسبحان الله عينت في هذا المسجد، مسجد طلحة بن عبيد الله، يعني من 2016 شهر 3 2016 عينت فيه من طرف المندوب الإقليمي
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان، فأنا فيه إلى هذا الحين إماما وخطيبا. لا بد أنه يكون توجيه من قبل الآباء والأمهات كذلك، يحفزوا أولادهم على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن. هذا لا ينفي أن الإنسان يجمع بين تعلم القرآن والدراسة، فيكون إن شاء الله الخير الكثير.